نحن اليوم بشركة طيران الشرق الأوسط المتجهة إلى عمان. مرحبا كابتن. أهلا أهلا وسهلا على طيارتنا. شو أنواع المشاكل المناخية اللي ممكن تواجهوها أثناء الطيران؟ زوابيا بتأثر على الطيارة، مشان هيك فيها ستاتيك ديشارج بنسميهم تيسحبوا الزوابيا، بس بنجرب ما نفوت بيك تاس لأن يمكن ما يلحقوا، وبنكسر عدة أشياء على الطيارة، انسترومنت اللي بتوصلنا ل يمكن حادث أو شيء. شو هو الجهاز اللي بيخليكم تعرفوا عن حدوث أمر طارئ أثناء الطيران وكيف بتسيطروا على هالحالة؟ يعني عنا الخرايط يلي بفرجونا وين تأس العاطل يلي ما نجرب ما نفوت فيه، مشان هيك ما بيكون عنا في شيء مفاجئ، والرادار عنا على 320 مايل بيكون محددنا، يعني صار عنا سيفتي أكثر إنه ما نفوت بتأس عاطل. إذا كان اللي عم بيعطي لون أخضر معناتها شتي عادي وما في شيء، يعني فينا نمرق. إذا عطى أصفر يعني بلش يتهمى، يعني بلش الاكتيفيتي تقوى بالغيم، بس الاحمر ما منفوت فيه لانه خطر على الطياره، مثل لو كان شيء جبل غيم عالي بالجو عم نفوت فيه. اذا مثلا قبل ما نطلع بالفلايت وبنشوف انه كله الغيم احمر ما بنلغي، بناخر، لان عاده بعد فترة نص ساعة ساعة بيمرق الطقس نرجع نطلع. في غيمة بالسماء بتكون غيمة سوداء وغيمة بيضاء، ليه الغيمة السوداء بتخوف منها؟ هو اللي بيبقى فيهم برد وهيك وعوامل اب وداون درافت، السوداء يعني هي سوداء بتفزع، كيف إذا بدنا نفوت فيها؟